الرحمن الرحيم. هكذا أشواطنا تتواصل وانطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة، شوط القعدان الخاص أيضا لأبناء دولة الإمارات بميدان السات. نتابع اللي قاد المسيرة يحمل رقم 70 شاهين راشد بن عوض بن عمر الشامسي، يليه المركز الثاني. المركز الثاني يتواجد شاهين لسعد بن راشد السعدي. المركز الثالث وصل شعار بن سويلم ويتقدم على ظهر شاهين أحمد بن مبارك بن سويلم العامري. نكتفي بالثلاثة ونعود إلى مقدمة هذا الشوط مع شعار راشد بن عوض بن عمر الشامسي اللي سيطر السيطرة التامة منذ بداية الشوط وحتى هذه اللحظات. الثاني لبن سويلم، لكن شوف يا القابري، شوف الدخول يا أبو حمد، شوف التحركات من شعار سعيد بن محمد بن قعرور على ظهر لهب اللي وصل وخذ المركز الثاني لهب. خذ المركز الثاني لهب وبدأ بالانفراد، لكن خلاص بن عمر هو المسيطر، بن عمر هو المنطلق. راشد بن عوض بن عمر الشامسي وصامد حتى هذه اللحظات لهب، لكن خلاص بن عمر يسيطر السيطرة التامة. تهانينا لراشد بن عوض بن عمر الشامسي، نهني على هذا الفوز، نهني على هذا الانتصار. المركز الثاني سعيد بن محمد بن قعرور، الثالث لأحمد بن مبارك بن سويلم. التوقيت 2:23 يا أبو خالد، هناك التوقيت توقيت شاهين راشد بن عوض بن عمر الشامسي.